دقيقة عليا فاهم أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد هذه ساعتنا الثانية من الماتينال ويكاند. نسأل مباشرة على العبيد اللي خلطت علينا توا, شكرا على الاستماع وعلى وفائكم لي فاهم أحلى راديو. موعدنا توا توت سويت مع لودوسييه. كيما العادة في الوقت هذايا من الماتينا الويكاند نفتحوا موضوع يهم المواطنين. اليوم الموضوع يهم مواطني الكبارية سيختون بعد سقوط سيارة مواطن تونسي في حفرة وسط الطريق غاديكا في الكبارية بسبب الأمطار. التصويرة دارت برشا شفتوها, تنجموا تشوفوها على الباش فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام. الطريق مصلح مرتين, هذه المعلومة اللي كانت عنا, ولليوم مازال مسكر رغم اللي صارت البوليميك الكبيرة على التصويرة هذيك وتحكي برشا عليها. دونك المواطنين غاديكا قاعدين يتسالوا قبل الشتاء شو باش نعملوا, سورتو الكياسات في وضعية صعيبة شوية. دونك ناخذوا أكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع ذي من عند مدام هادية نيجي مرويني رئيسة الدائرة البلدية بالكبارية. صباح الخير مدام هادية. صباح الخير, شنو أحمل النور وصحة والعافية ليك ولسادة المستمعين. عايشك مدام هادية, نشكرك برشا على قبول التدخل معنا. دونك كما قلنا لكم رئيسة الدائرة البلدية بالكبارية باش نحكيوا أكثر تفاصيل على الموضوع ذي, على موضوع الحفرة اللي مازالت ما تصلحتش مدام, وبرشا من مواطني الكبارية مازالوا ما نعرفش يطلقوا بليز اوموا صيحة فزع في علاقة بالحكاية ذي سورتو احنا على بواب الشتاء. دونك شنو هي السبب اللي خلى الحفرة هذه لتو ما تصلحت, وين وصلت الإجراءات, شنو هي بالضبط اللي صاير؟ شكرا لك على المتابعة واهتمامكم بالدائرة البلدية بالكبارية ومشاكلها. اللي نحب نقوله كم صحيح الوضعية رغم معناها صعوبتها إلا أنها قاعدة, معناها ما زالت الوضعية هي الوضعية كانت فيها خسائر مادية والحمد لله ما كانتش فيها خسائر بشرية. الشارع كما تعرفوا الحفرة صارت في الشارع الرئيسي والمرقم شارع 15 أكتوبر. احنا كسلطة محلية يعني حاولنا كتابيا معناها التواصل مع الإدارة الجهوية للتجهيز. بعثنا لهم معناها مراسلة, بعث مكتوب عن طريق السيد رئيس بلدية القصبة سيدة سعاد عبد الرحيم للتأكيد, حبيت نأكد عليهم على ضرورة التدخل العاجل من أجل إصلاح. علاش؟ خاطر الطريق هذا يعتبر أنه هذا المدخل الرئيسي للدائرة البلدية بالكبارية, وحتى المداخل الفرعية الأخرى اللي توجهوا لها معناها المواطنين بسيارات متاعهم لا تتحمل كثرة الضغط. يعني حركة المرور كبيرة برشا, والكيس هذاك هو الكيس اللي كان معناها القبلة الوحيدة للمتساكنين والوحيد اللي كنا نستعمله فيه. دونك كنت معناها مضطرة باش نتابع المسألة لإصلاح الطريق باش ما تزيدش تتأثر للطرق الفرعية الأخرى. وباعتبار كانوا كثافة سكنية موجودة كبيرة بالمنطقة, يعني كثرة المرور السيارات كالعادة تنجم تأثر ما تعرفش منين تجيني المشكلة. لكن إلى حد الآن بكل صدق يعني لم أتلقى أي رد كتابي. احنا إدارة لا عن طريق الدائرة ولا البلدية ما لقيناش معناها أي رد. ومع ذلك زدت تواصلت مع السيدة الرئيسة لمتابعة الأمر. يعني الأمر بالنسبة لي أنا من أهم المشاغل معناها الموجودة يتم نهتم بها في الدائرة. بلغتني أنه هناك تحقيق فتح في الغرض, معناها وزارة التجهيز أفادتها بذلك في علاقة بالمقاول. معناها في عقب بطبيعة احنا ما قلنا فما شبط فساد, معناها حفرة اللي ثالث مرة معناها ونفس المكان ما هيش مش أمر عادي. هذا جيد, قلنا معناها المتابعة والمحاسبة مهمة برشا, لكن هذا لا ينفي ذلك. معناها التحقيق يأخذ مجراه والأشغال والدراسة أيضا تأخذ مجراها حتى لا يكون معناها ما يكونش فما تأخير على سادة المواطنين. اليوم عندنا تقريبا 2 شهر و4 أيام الحادثة بالتحديد كانت يوم 10 سبتمبر. واليوم احنا 14 نوفمبر, لكن إلى حد الآن الطريق مقطوع. في منطقة ذات كثافة سكنية فيها أكثر من 120,000 متساكن بالضبط. وهذا التأخير أكيد باش يأثر على المتساكنين. وعلى شكون باش يعودوا المتساكنين؟ باش يعودوا بالأساس على بالضغط على الدائرة البلدية بالكبارية باعتبار أنها أقرب سلطة محلية موجودة بالمنطقة. بالضبط. نحن نفيد كل المواطنين متاعنا أن كدائرة قاعدين لنا نتواصلوا قاعدين نتابعوا. وأهم حاجة وأكبر دليل ونجم نبعث لكم حتى الصور في ذلك أنه البارح
يعني بالصدفة البارح وقع معناها وقع زيارة ميدانية للمكان مع السيدة النائبة السيدة أمينة زغلاني وأيضا السيد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، وبالطبيعة معناها عايننا أكثر معناها المكان اللي هو نزيد نقول لك راهو إلى جانب الحفرة هذيك في الكي زادة تتحلت حفرة أخرى صغيرة جنبها. دونك أكدت على ضرورة التدخل الجدية في دراسة الوضعية. وعدتني السيدة النائبة وقت اللي رأت معناها الحالة وعدتني بالتواصل مع سيد وزير التجهيز وأن الأمر يجب معناها أن يصنف من أولى الأولويات إن شاء الله. هذا هو المهم جدا، لازم تكون من أولويات أي. من أولى الأولويات. أنا نذكر يوم عيد الجلاء كيف أن معناها صفحات التواصل كتبت كثيرا معناها على الموضوع هذا ومن بين ما كتبت هكا معناها بال بوند العريف كتبت احتفال بذكرى 15 اكتوبر وشارع 15 اكتوبر مقطوع. طبعا نحن لسنا في منطقة يقطن بها وزير او مسؤول، يعني ديك اثرت انا كيف قريتها بطبيعة انا ملومش، بالعكس هي كلمة حق كتبت بالغالي في اي، ولكن معني هذا لم ارى اي تحرك احنا لحد الان الحالة كما هي. دونك الحاله كيما ذي انتم مدام قاعدين تحاولوا تصلحوا في علاقه بالكيس هذا بيان سور مهم جدا، اي سورتو احنا داخلين على ابواب الشتاء، دونك نتصور كي ما جاش الطقس كي مازال سخون توا راهو صايره كارثه جديده في الكيس هذا. نعم طبعا وللافاده بربي نصل معناها الفرصه باش نفيد انه مباشره بعد ما صار معناها الكارثه نحن كسلطه محليه وفي الدائره البلديه عملنا اجتماع بعد معناها بعد أسبوع أسبوع ونصف من الحادثة على أساس التدخل الجدي. حضروا فيه الاجتماع هذا بتبع الأطراف المديرين الموجودين ببلدية القصبة الإدارة العامة البلدية، واتفقنا على تهيئة الشارع معناها وإن شاء الله لما لا يكون شارع نموذجي بدائرة الكبارين إن شاء الله. معناها الموضوع أخذناه معناها بعين الاعتبار ووضع للدراسة للإنجاز، لكن ما نجم نعمل فيه حتى شيء إن شاء الله إلا ما يقع تصليح الحفرة. واضح بيان سور، احنا نتمناو انه تتقاد الامور ونتصور حتى مواطنين الكباريه ما حسهمش بشارع نموذجي، حسهم بالحفره تتسكر كيس يمشيوا عليه ويجيو ما تصيرش عليه كارثه بيان سور، احنا نطمحوا لاكثر من هيك. مع تزيين المدخل ويكون شارع نموذجي ان شاء الله ككل مناطق مثالش ان شاء الله، مش خساره في المواطنين نتاعنا بيان سور، مش خساره فيهم اي حاجه ومش خساره في اي تونسي انه يكون عنده كيس محترم يخرج فيه ويدور فيه وما يلقاش كرهبته تشربت وسط الكيس في الازمات هذيا في اقل امطار. ميرسي بوكو مدام هادي، عايش عايش. نشكرك برشا على قبول التدخل معنا، كانت معنا مدام هيديا مديرة الدائرة الجهوية بالكبارية، كنا نحكي على الحفرة اللي دارت برشا والموضوع اللي يناقش برشا زيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وين برشا تصوير دارت انه الحفرة تو ما تسكرت ما زالت معنا رغم اللي بعد شهرين وهي حاولوا يصلحوها أكثر من ثلاث مرات، حسب ما قالت لنا مدام هيديا انه تفتح تحقيق في الموضوع هذا. تلقى وقت التفاصيل على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وعلى الباج يوتيوب نتاعنا اي اف ام تي في. مرحبا بالعباد الكل، احنا مازلنا معاكم بعد شوي نعطيكم اهم اخبار الساحه السياسيه في تونس، نحكيو بلوتو الفنيه في تونس، اخبار المشاهير يعطيهم لنا صديقنا امير. مرحبا.